لقد جن جنون الناس بهذه الأسهم، طاح وارتفع وركد، والمؤشر والنقاط والأحمر والأخضر، وهذه أشياء تسقط الصغار وتنمي وتضاعف أموال الكبار. ولكن المسألة كالإدمان عند البعض، لقد أشغلتهم حتى عن الصلاة، بل إن بعضهم لا يحلل الراتب الذي يأخذه من جراء انشغاله أثناء العمل، فيخرج أثناء الدوام، بل ويفتح الأجهزة في وقت الدوام الوقت الذي يأخذ عليه راتبا من الشركة، وإذا بدأ معلم في شرح جاءه ذلك الاتصال أو تلك الرسالة، ليخرج مذهولا مستغربا، فيرجع مبتسما ضاحكا أو ساخطا لاعنا، ليقول: ها يا شباب أين كنا؟ أيها الإخوة، عندما يكون هم نسائنا هو قضية هذا الجمال والأناقة المبنية على التعري والتهتك والتفسخ والشفاف والقصير والضيق والذي لا يكاد يستر شيئا، ويكون الوجه مسرحا للتجارب والألوان وأنواع الوشم وتغيير خلق الله والنمص وغير ذلك من المحرمات التي لعن عليها. عندما تكون مسألة تشبه بالكفار ويقوم الإعلام بذلك الدور التضليلي الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وإثارة الشهوات، الذي يؤدي إلى الافتتان بما صنعوا شرقا وغربا، الذي يقدس الجسد ويقدس هذه الزينة، وصارت وسيلة في الحقيقة ومنفذا للتحلل الأخلاقي والانهزام النفسي. وعجبا لما يفعله هؤلاء بأنفسهم، وهؤلاء الفتيات المسكينات اللاتي أضعن أوقاتهن صباحا ومساء بأمور تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع حرم الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أطير لآخر الصيحات في الأزياء والعطر، وهالات من الأوهام والقصات للشعر، أتيه بظلمة الأسواق بين العسر واليسر، بنصف عباءة تلقى على الأكتاف والظهر، أميل بكعبي العالي ألاقي الشر بالشر، أغير هاتف الجوال بين الظهر والعصر، أهيم بهذه الدنيا وأمضي الليل وأمضي الليل في الفكر، وأحلامي تقلبني وتلقيني إلى الغدر، فأخلو في ظلام الليل بالعصيان والنكر، وألهث خلف أهل الفن أجلو وحشة الصدر، فما لاقيت غير الهم والأحزان والذعر، متاهات أهيم بها فما أدري متى حشري، شربت مرارة الأيام والأعوام والدهر، فأين سعادة الدنيا وأين سعادة العمر، وأين سفينتي تمضي وأين أسير لا أدري، وضعت يدي على رأسي وصحت ومقلتي تجري، أيا رباه يا رباه خلصني من الأسر. فهل يكون قدوم شهر رمضان في الحقيقة هو توبة ومنعطف إلى الحق؟ هل يكون قدوم هذا الشهر مغيرا لمسار الكثيرين والكثيرات؟ هل يكون فعلا منبها من الغفلات؟ هل يكون هذا الشهر الكريم بما فيه من العبادات هو عودة إلى الله وصلح مع الله وترك لهذه المعاصي التي يحاربون بها الله؟ كفى سعيا وراء الشر، وهؤلاء يصفقون بالأسواق. إن هذه الأنواع من جرائم الجوالات، حتى لقد سموه جوال الشيطان، وكاميرا من الخلف ونقل مباشر للصور، وكل فضيحة جديدة منشورة على شبكة الإنترنت. ماذا فعل هذا بهذه؟ وهكذا، وما حال أسواقنا هذه المبنية الآن ومصمم فيها دور للسينما؟ لأنه لم يكفيهم هذه القنوات في البيت، ولا الشاشات الكبيرة، ولا هذه الأنواع من الفيديو والأفلام والأقراص المدمجة، بل يريدون صالات أخرى ليجتمعوا فيها فيجمعوا بين الجنسين مستقبلا. أيها الإخوة والأخوات، إلى أين يسير المجتمع؟ إلى أي هاوية ينحدر؟ ألم يكفنا مجيء رسل الإيدز وغيره من الأمراض الفتاكة التي تفشت؟ هل نريد المزيد من هذا الفجور وفقد الشرف
وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، ألم تصبح القضية اليوم أنواع من هذه المقاطع للبلوتوث ترسل مجانا، وأهل الشر والمكر يحملون ويفتحون يرسلون ويستقبلون، ودعوات للانحلال أرقام ترسل، وتعارف اهتمام بالزينة عند اللزول إلى الأسواق واصطياد الفتيات، وهكذا يفعلون بجوالات الكاميرات. لماذا كل هذا؟ وأين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ أين جهودهم؟ أيها الإخوة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ لقد انضم شباب وشابات من شباب المسلمين إلى مجموعات على هذه الشبكة من أشياء إلحادية وكفرية التي تريد أن تنظمهم في عقد الخارجين عن دين الله وفطرته التي فطر عليها الناس، يحيون على المعاصي في الكبيرة والصغيرة والدفع إلى المحرمات، ثم شرب هذه المسكرات والسفر حتى في إجازة اليوم الواحد أو اليومين والثلاثة إلى أماكن للنكر والفجور. لماذا؟ هكذا تصبح إذن، تصبح تلك المسارح ودور اللهو وأماكن البغاء هي محط أنظار شبابنا، بل حتى بعض كبار السن الذين لم يردعهم الشيب. وجاءكم النذير، وقد قال بعض المفسرين إن النذير هو الشيب. عندما نقدم على شهر كريم كهذا ونرى بأنفسنا المؤامرة على شهر رمضان الذي ينبغي أن يكون شهر صوم وذكر، صلاة ودعاء، تلاوة وعبادة، فكر وذكر، وإقبال على الله، وانكسار وانطراح وندم وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، شهر صدقات وإطعام طعام، لكن الشيطان لا يمكن أن يترك هؤلاء في عبادات تقربهم إلى الله. ولذلك فإنه أجلب بخيله ورجله، وهكذا قام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا عبر هذه القنوات لتفريغ رمضان من محتواه. إنها مؤامرة ضخمة جدا، تفريغ رمضان من محتواه. فهذه فوازير تعرض بالغناء، وهذه لوحات استعراضية راقصة، وهكذا تذهب لذة العبادة وما كان فيه قبل قليل من الجوع لرب العالمين بهذه العروض والأغاني وهذه البرامج، حتى التركيز البالغ على قضايا الطبخ والمأكولات وتنوع ذلك ما بين شرقية وغربية، أشغلت ربات البيوت في الأوقات الفاضلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى بمتابعة الأطباق، ولهاث وراء القنوات من قناة إلى أخرى، وهذه أشياء كوميدية ومضحكة، ومسلسلات حتى التاريخ الإسلامي شوهوه، عرضوا شخصيات عظيمة من تاريخنا الإسلامي بطريقة مشوهة، وفيها من صور النساء الفاتنة ومظاهر التبرج والزينة والمكياج. هذه زوجة عمر بن عبد العزيز؟ أيمكن أن تكون هذه أخت صلاح الدين الأيوبي؟ هل يمكن أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية في مشهد من المشاهد راض عن مثل هذا الذي يحدث أمامه من أنواع المنكر، وهو الذي كان مع طلابه يحارب المنكر في البلد، تأخر عن صلاة التراويح بسبب ذلك، وشباب حولوا الليالي الفاضلة التي ينزل الله تعالى فيها إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وهؤلاء تمشيات، أرصفة، عود مع عزف، أنواع من الرقص على الأرصفة، التفحيط بالسيارات، وهكذا ألعاب بعضها خطير، وأشياء تؤدي إلى التهلكة. ليت إذن كان هذا في ساحات الوغى وميادين المعارك مع أعداء الله.
إن الهوس الموجود بهذه الأشياء التي تفرغ رمضان فعلا من محتواه، حتى ربما أضاعوا أوقات طويلة في صفوف لبعض الأطعمة، لأنها من خصائص رمضان المزعومة عندهم.